وزي ما قالت ايمان، خلينا نبتدي بفكره ان واحده تقول لك مثلا ازاي امتص غضب جوزي اثناء الخلافات او الحوار، صوته عالي، بيغضب، عصبي، امتص ده ازاي واكمل الحوار ازاي، تعمل ايه ست؟ حلو، هنا احنا قدام عصبيه، خلاص في زوج عصبي، فانا عندي كذا استراتيجي ممكن اتعامل بيها. ممكن ان انا امتص او احتوي، وممكن انا استوب حسب برضو شخصية اللي قدامي. يعني في راجل ممكن أنا أحتويه فهو يبتدي خلاص الدنيا تهدى ونبتدي نتكلم ونتفهم. أمال الستوب هو الاحتواء ولا ده غير ده؟ لا ده غير ده، احتواء. طب أوكي أنا شايفة أنك عصبي، طب اهدى، طب اهدى عشان نتكلم، طب أنا متفهمة جدا، أنا مقدرة جدا أنت زعلان علشان كذا كذا، أنا كده بحاول أحتويك، أشوف غضبك، أفهم وجهة نظرك، فبحاول أنزل 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 عشان نقعد نتكلم. فدي استراتيجي. او ان انا عارفه ان لا هذا الرجل لا، هو احنا هنفضل بنعلي والدنيا هتروح في حته ومش سامعني. في ناس متعصبه ما تسمعش. طب هنا لازم عندي ذكاء ان انا هنسحب، هعمل ستوب. طب بص حبيبي انت شكلك عصبي، شكلك دلوقتي فعلا اون فاير، شكلك دلوقتي كده، فتعالى نوقف علشان ما يحصلش صدام اكتر. تعالى ايه رايك نهدى، نعمل كده شاي او نبعد شويه نهدى عشان ما نتخانقش ونرجع نتكلم. فلازم ابقى عندي ذكاء، هو الشخص ده انا ممكن احتويه ولا هو نو واي. وتخلي بالك انه مش كل الشخصيات هيجي معاها ده بالظبط، ممكن يتغاظ اكتر. وكنت لسه هقول لك لازم اوقات يعني الاول انا بجرب. لو انا ما وصلتش بساله هو في لحظه صفا انت مفتاحك ايه؟ يعني في ناس مثلا يقول لك ابعدي عن وشي، ما ترديش عليا. بالظبط، فتبقى هي بالعكس لما بتحاول تحتوي ده بيعصبه وتعند ويبتدي يحصل صدام، او العكس يقول لها بصي ما تسيبينيش انا دلوقتي ما دام بكلمك ما تسيبينيش وتمشي. بالظبط، فيبقى انا هنا حاطه احتوي. بس برضو ليتس ميك ا ديل، يعني ايه؟ ما هي برضو الست احنا بنقول لها خليكي ذكيه واحتوي، بس لازم اي علاقه عشان تنجح تبقى وين وين. احنا اتنين كسبانين، ما ينفعش ادوس على طرف عشان خاطر طرف. فاحنا لازم نعمل اتفاق، انا هحتويك لو انت عصبي وهعدي وابقى ذكيه، بس بعد ما نهدى والموضوع يهدى تعالى بقى راضيني، تعالى قول لي كلمه حلوه، تعالى قول لي كتر خيرك ان انت تستحمليني وقتك، انا عارف اني قلت كلمه سخيفه، فاحنا الاثنين بنستحمل بعض، بس صحيح. هي وين وين.